شامبو علشان يخلي شعرك يطول. اوه مش قادرة استنى علشان اشوف النتيجة. مهمة فاشلة، مهمة فاشلة. الصبح احسن جزء في اليوم، خصوصا لما شريكك يجيب لك الفطار في السرير. ساندوتشات وشاي، حلو جدا، حاجة حلوة جدا ان حد يهتم بيكي. مش ممكن تتناقشي في ده، لكن الحاجات بتتغير لما بتروحي على المطبخ وتشوفي هو عمل ايه علشان يبتكر كل الجو الرومانسي ده. واو، هو انت ليه سايب وراك كمية مهملات كتيرة واطباق مش نظيفة؟ وخميني مين لازم ينظف كل ده؟ رومانسية، وده تصرف كلاسيك، ان انا اخد شاور واغسل شعري. جميل، زوجي مستني فعلا قدام الباب وكل حاجة هتكون كويسة. لكن ايه ده؟ هو ده هامستر احمر محبوس في البانيو؟ لا، ده شعر حبيبتك مش اكتر. ده دايما بيحصل. هو انت لازم تسيبي كمية شعر كبيرة كده وراكي؟ اوكي، واجب حقيقي للراجل انه يتخلص من الكابوس ده. ده مقرف، لكن لازم تكون قوي. عندك حباية على وشك؟ مفيش مشكلة كبيرة، لكن مش هتقدر تخبي أي حاجة عن واحدة ست. إيه ده؟ خليني أشوف. يلا يلا أقرب دلوقتي. أنت لازم تدافع عن نفسك، لأن البنات بيحبوا يعصروا الحبوب. بس اوعى تستسلم، هات مخدة واحمي وشك من اللي بتهاجمك، لكن مش لمدة طويلة. باي باي يا حباية. أوتش، الفن مدهش. المروح للمسرح بيبقى متعة كبيرة، البنات بيحبوا الدراما صح؟ هما بيحسوا بكل المشاعر اللي على الستيج. أخيرا التطهير، اللي هو مش حقيقة واضحة بالنسبة للناس التانيين. المسرح بيبقى فرصة نوم حلوة ليه. هاي، هو انت نايم؟ ازاي قدرت تفكر تعمل كده؟ تسقيف، ده حسب توقيت صحيانك. برافو. هاي، ده مش حفلة روك. الرجالة، عمل مقلب في شركتك حلو جدا، طالما بتعمله بطريقة جميلة. هتحط تيدي بير كبير على السرير وتغطيه ببطانية، شكله هيكون كأن في شخص هناك. دلوقتي لازم تنام قريب منه. يا ترى فهمتوا المقلب؟ أوه يا ربي، انت بتلعب بالنار. خلينا نشوف ايه اللي هيحصل. تدا، ايه ده؟ مين اللي معاك في السرير؟ ازاي تتجرأ؟ حبيبتي، ده مش اللي انت بتفكري فيه. هي خلاص بتبقى بتضربك وبتنتقم لما فجأة تيدي بير. انت لازم تشوفي شكل وشك، ده مقلب هاي. اوتش، الدب ده مش ناعم خالص. الشغل مهم، لكن الغدا اهم، وبتبقى حاجة مدهشة لما بتجيبوا غداكم معاكم مطبوخ باهتمام ومتجمع كله بإيدين حبيبتك. مش قادرة استنى علشان استمتع بطبخها اللذيذ. يا ترى عندنا ايه النهاردة؟ بيض وشوية جبنة وعيش. ايوه تمام، زي ما توقعت، المحتاجين ما ينفعش يختاروا. دلوقتي دي لازم تتقشر. ايه دي حتى ما سلقتهاش؟ انا حاسس ان انا تم خيانتي، لكن علشان نكون أمنة، هي ما كانش قصدها تعمل فيه مقلب. دلوقتي حالا هي كانت في المطبخ ومتفاجئة جدا انها ماسكة بيضة جامدة ومسلوقة. واو، انا فعلا بوظت الدنيا. ازاي تخلي حبيبي يصبغ شعره؟ مش بالصعوبة دي، انتي لازم تضيفي الشامبو الملون اللي بيخصك على الشامبو اللي بيستخدمه، نفس لون الشعر. شكلنا هنبقى كأننا أسرة مثالية. هزي كويس جدا، تمام. انتي هتستني بس لحد السحر ما يضرب ضربته. وهو هنا. شامبو علشان يخلي شعري يطول بسرعة. انا دايما كنت بحلم انه يكون عندي شعر طويل وجميل، حاجة كويسة انه ما يقدرش يشوف اللون.
لكن مسألة وقت مش أكتر. إيه اللي بيحصل ده؟ هو ليه إيديا حمرة؟ أوه ياريت كل ده بس اللي حصل، الأمور أوحش بكتير فوق راسه. أيوة واضح إنه ضحية مقلب شرير. لون شعر جديد ما كانش جزء من خطتي. حبيبتي إحنا لازم نتكلم، لكن أنت مش هتقدر توقفها بالسهولة دي. زي ما تكون قررت بشكل حقيقي إنها تدخل شركة في صناعة التجميل. ماسكوش؟ ده كتير قوي. أنا فعلاً اكتفيت من حركة لون شعرك الخيالي، لكنك هتعمل أي حاجة لما الست بتطلبها منك. أوكي، إديني الماسك اللي معاكي. افتحيه وحطه على وشك. آه، ده بيلزق قوي وبارد. إزاي بتتعاملي مع ده؟ أوه، ده مقرف جداً. كده تمام، حبيبتك هنا علشان تساعدك. الوقت خلص، شيله. ده إحساسه حلو جداً. أنا هخلي دول معايا. طوق شعر؟ ماسك وش؟ أنا ممكن أعمل ده تاني أحياناً، بتهيألي كده بما إنها مش بتراقبني طبعاً. هاها، مين قال إنها مش شايفة؟ وقفي، كات! الستات بيحبوا يتكلموا، وهما حتى مش بيهتموا إذا كان حد بيسمعهم. إعادة تمثيل لأحداث، مناقشات، أفكار شخصية، أنت مش مضطر تجاوب، هي بتعمل شغل هاي بنفسها. دي بتبقى الدوشة فعلاً علشان تنام عليها. وهي حتى مش بتلاحظ إنك بتشخر. صباح الخير يا حبيبي. هو أنا اتكلمت طول الليل؟ واو، ده مستوى متقدم من الكلام. انت مش انت وانت جعان. أرج، هي بتحتاج وقت طويل كده ليه؟ طيب اخيرا، شكله لذيذ يا حبيبتي. هي حاولت. اوه قد ايه لذيذ. حقيقي هو مش حلو قوي، لكن انت ما تقدرش تأذي مشاعر حبيبتك. هو انت هتقعدي هنا وتراقبيني؟ ليه ما تروحيش تصبي شاي؟ اوعى تتراجع وتقول مشاعرك الحقيقيه عن الوجبه اللذيذه دي. ايوه حبيبتي، انت شاف حقيقي. ده زي ما يكون مطعم وحتى احسن. ايو، انا حتى ما اكلتش نص الموجود ومعدتي بدات فعلا توجعني. ده وقت الجري على الحمام لو فهمتوا قصدي ايه. هو ماله؟ اظن ان ده بيتاكل. المروح للسينما من الانشطه اللي بيحبها اي اتنين مرتبطين. احنا هندخل نشوف ايه، رعب ولا دراما؟ كل واحد بيحب نوع فن مختلف. بعد تفاوض طويل اخدنا قرار، الولد بيكسب. انت لازم تستحملي ده. ايوه طيب، زي ما توقعنا، البنت ما حبتش الفيلم ده، وهي اصلا مش مهتمه باللي بيحصل على الشاشه. لكن حبيبها فعلا مهتم، هو مرعوب. مرعوب جدا. هو كان الشخص اللي عايز فيلم الرعب. ومين الاقوى دلوقتي؟ ها، الشوبينج مع بعض هو كابوس للراجل. اوه بص على ده، ده جميل. وانا حبيت السويت شيرت دي. الشوبينج مع البنت تحدي، وبعدين بيبقى لازم تدفع تمن مشترياتها، وطبعا توصلهم للبيت. صعب انك تكون راجل. ومين قال ان ده كان اخر محل؟ لكن البنات كمان عندهم مشاكلهم اللي تخصهم، زي الكعوب العاليه. انا عايزه اكون جميله، لكن بعد يوم صعب حتى المشي بقى حاجه صعبه، وانتي محتاجه تقعدي شويه في مكان وترتاحي. ايه، هو انتي غيرانه من السنيكرز المريحه دي؟ اهو يا شباب، انتوا مش بتفهموا مشاكلنا. عجبكم سيناريوهاتنا عن المواقف الظريفه اللي بتحصل بين المرتبطين؟ ايه اكتر موقف كان الاظرف؟ عرفونا في التعليقات، وما تنسوش تعملوا لايك وتشتركوا في قناتنا وتضغطوا على الجرس علشان ما تفوتوش اي فيديوهات مثيره للاهتمام من تروم تروم سيلكت.